طيب دكتور، خلينا نتحدث عن دور الأشعة التداخلية. بما أننا اليوم قاعد نتحدث عن أمراض النساء، دور الأشعة التداخلية في علاج الأمراض النسائية أو أمراض النساء دكتور؟ طبعا الأمراض النسائية الذي يمكن علاجها بالأشعة التداخلية هي محدودة في بعض الأمراض، ومنها وأهمها اللي هي الألياف الرحم الحميدة، وكذلك العضال الغدي، وكذلك بعض حالات البطانة المهاجرة. طبعا هذه هناك أمراض أخرى لكن لا يسع المجال للحديث عنها، الخراجات وتصريف الخراجات في الرحم والقنوات الصلب. لكن بشكل عام هذه الثلاث أمراض الحالات الأهم تكون دكتور هي الأهم، وحدثت الأشعة التداخلية تطور أو ثورة في علاجها. ممتاز دكتور. أنا شدني صراحة، يعني قبل ما ندخل في هذا، أنا ودي أني أخذ إذا سمحت لي بالتفصيل هذه الثلاث أمراض اللي أنت ذكرتها، أسباب حدوثها وأيضا طرق علاجها، وكيف برضو إحنا نقدر نوعي الناس بالوقاية من هذه الأمراض. لكن شدني صراحة دكتور، يعني المسمى أو التخصص لك طال عمرك اللي هو الأشعة التداخلية للكبار والصغار، هل الصغار برضو يخضعون لمثل هذه الإجراءات دكتور؟ طبعا الأشعة التداخلية يعني تخصص، والإجراءات كثيرة، كأنك تقول جراحة. الجراحة في جراحة البطن، جراحة الصدر، جراحة العظام، جراحة، يعني مجال كبير. كذلك الأشعة التداخلية هي فيها تخصص وفيها مجال جدا كبير. في بعض الأمراض أو بعض الحالات عند الأطفال تستوجب التدخل بالأشعة التداخلية. صحيح. مثال أخذ عينات من أماكن عميقة بإرشاد الأشعة، عينة، خزعات، تركيب قسطرات وقساطر وريدية، تركيب أنابيب التغذية بدون جراحة، بعض الأورام يمكن علاجها. طبعا المجال لا يسع كبير. صحيح نقاش جميع. صحيح صحيح، صحيح. لكن هذا مثال، أو هذه أمثلة قليلة. دكتور، ذكرت قبل الفاصل بعض الأمراض اللي تعالجها الأشعة التداخلية، ذكرت منها تليفات الرحم. ودي أعرف منك دكتور، وش تليفات الرحم والأعراض المصاحبة لوجود هذه التليفات؟ طيب، تليفات الرحم هي عبارة عن كتل، ما أبغى أقول أورام، لكن هي في الحقيقة أورام حميدة هي جدا كلمة أورام يا دكتور تخوف البعض، مخيفة. هي إيه، عشان كذا لكن قد تكون بسيطة هي إن شاء الله. لا، هي جدا حميدة وجدا شائعة بشكل جدا منتشر، وفي أغلب وفي كثير من الحالات يكون لدى بعض النساء أورام أو هذه الألياف دون أن يعرفون. طبعا هذه تبين في أثرها في الأشعة. طبعا الألياف الرحم هي زي ما قلنا كتل حميدة جدا شائعة، وتكون في الغالب في أكثر الحالات غير مسببة لأي أعراض، لكن في حالات كثيرة أخرى تكون مسببة لبعض الأعراض التي تؤدي إلى توجه المرأة إلى الأطباء أو الكشف عنها عند أطباء النساء والولادة. طيب دكتور، يعني على كلامك أنه ما في لها أعراض واضحة أو تكون مشكلة، إهمالها أو عدم الكشف عليها هل ممكن يؤدي إلى عوامل خطورة؟ لا، هي أعراضها واضحة، لكن كثير من المرضى يكون لديهم أو ألياف خاصة الصغيرة منها دون أن يعلموا، لكن أعراضها واضحة، لها أعراض واضحة جدا في الغالب. طبعا هو الألياف عبارة عن كتل دائرية في الغالب، وتؤدي إلى أعراض بحسب مكانها
في جدار الرحم، فإذا كانت الكتلة قريبة من بطانة الرحم أعراضها مختلفة عن إذا كانت في منتصف جدار العضلة للرحم أو في الجدار الخارجي للرحم، وكذلك حجمها وعددها. طبعا يعني ممكن دكتور يكون فيك اكثر من تليف في وقت واحد. طبعا في الغالب، في الغالب نادرا من نادرا نجد حالة يكون فيها ليف واحد، في الغالب عدة ألياف. طبعا الألياف أماكنها زي ما قلت لك الأعراض تكون حسب المكان، فإذا كانت بعض الألياف، إذا كانت الألياف مثلا قريبة من بطانة الرحم، ففي أغلب الحالات تكون الأعراض الناتجة عن هذا الليف إذا كانت موجودة هي غزارة، غزارة وطول مدة دورة الحيض لدى النساء. طبعا قد يكون مصاحب لها آلام، لكن هذا الآلام تكون غالبا مصاحبة للألياف الموجودة في جدار العضلة. أما إذا كانت الألياف قريبة من جدار الخارج للرحم، فضغطها على الأعضاء المقاربة لها مثلا البولية أو المستقيم واضح. يؤدي إلى أعراض أخرى، مثلا صحيح. صعوبات في التبول، صعوبات إمساك وصعوبات في التبرز، وكذلك زي ما قلنا الحجم للليف، فإذا كان الليف جدا كبير قد يؤدي إلى بروز في البطن. بعض الألياف يكون حجمها جدا كبير، قد تصل إلى السرة وأعلى. فحجم الليف أيضا يؤدي إلى انتفاخ البطن وإحساس بالثقل والضغط على الأعضاء الداخلية وغيرها من الأعراض التي ممكن تكون قد نسيناها. ممتاز دكتور، هل هذا يؤثر على الرحم؟ يعني أنتم كأطباء تنصحون المريضة أنها ما تكون في فترة حمل خلال فترة العلاج، أو ما فيكم في تأثير عليها؟ طبعا هذه تأثير الألياف على الحمل في الغالب الأسئلة اللي تكون موجهة إلى أطباء النساء والولادة، لكن هل الألياف تؤثر على الحمل؟ نعم، خاصة إذا كان الليف قريب من بطانة الرحم، في هذه الحالات قد يكون سبب مانع للحمل أو يؤدي إلى إسقاط الحمل في بعض الحالات بسبب تشوه البطانة وتشوه تجويف الرحم.